بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متتبعي عالم الكمبيوتر، مرحبا بكم في هذا الفيديو الذي سأقوم من خلاله بشرح أحد المواقع الربحية والمشهورة في عالم البي تي سي، باي تو كليك. من خلال هذا الفيديو إن شاء الله سأتطرق إلى كيفية التسجيل في الموقع، وكذلك كيفية واستراتيجية الرفع من الأرباح، وكذلك كيفية تسلم الأموال إلى آخره. نبدأ على بركة الله في الشرح. أول شيء سنذهب إلى المتصفح الخاص بنا ونقوم بنسخ هذا الرابط الذي ستجدونه أسفل الفيديو في الديسكريبشن، ونقوم بالضغط على انتري. بعد ذلك سنقوم بانتظار 5 ثواني ونقوم بالضغط على هذه الخانة الصفراء كما تلاحظون، ونتوجه مباشرة إلى هذا الموقع. كما تلاحظون هذا هو الموقع نيو بوكس، مما لا شك فيه أن العديد منكم قد سمع بهذا الموقع. سنبدأ على بركة الله بالتسجيل. أول شيء سنقوم باختيار اللغة الخاصة واللغة المناسبة لنا، بعد ذلك سنقوم بالضغط على روجستر لنقوم بالتسجيل. كما تلاحظون فكيفية التسجيل سهلة وكلاسيكية جدا. أول شيء سنقوم بإدخال يوزر نيم الخاص بنا، نقوم بإدخال الباسورد، بعد ذلك نقوم بإدخال الإيميل الخاص بنا، بعد ذلك نقوم بإدخال الإيميل الخاص بالباي بال أو البيزا. تقوم بإدخال الإيميل الخاص بك على الباي بال لكي تتمكن من التوصل بالأموال عبر حسابك في الباي بال. وهنا نقوم بإدخال السنة الميلادية، هنا نقوم بإدخال هذا الرمز. بعد ذلك نقوم بالضغط على هذه الخانة والضغط على continue. بعد ذلك ستتوصل مباشرة بإيميل عبر بريدك الإلكتروني، ستقوم بتفعيل الحساب الخاص بك على نيو بوكس. بعد تفعيل الحساب ستتوجه مباشرة إلى الموقع وتبدأ بجمع النقاط وجمع الأموال. سأقوم بالذهاب إلى الحساب الخاص بي، الضغط على اللوغين. ونقوم بإدخال الباسورد والضغط على سند. بعد ذلك سندخل مباشرة إلى الموقع أو إلى الحساب الخاص بنا. هذه هي الصفحة الرئيسية للحساب الخاص بنا. أول شيء يثير انتباهك في الوهلة الأولى هي هذه الخانات ذات الألوان المختلفة. هذه الخانات هي عبارة عن إشارات أو عدد الإشارات المتواجدة حاليا، ستقوم بالضغط عليها لكي تقوم بربح أو جني الأموال. طريقة ربح النقاط فهي سهلة جدا، تقوم فقط بالضغط على أحد هذه المربعات وستقوم بالتوجه إلى هذه الصفحة التي توجد فيها جل الإشارات. كيفية ربح النقاط فهي سهلة جدا، كما تلاحظون كل إشهار يساوي 0.001. تقوم بالضغط مثلا على هذا الإشهار ثم على هذه النقطة الحمراء، ستنتظر إلى أن يتم انتهاء من قراءة الصفحة.
كما تلاحظون هذه الخانة عندما تصبح خضراء ستتوصل ب 0.001. بعد ذلك تقوم بالضغط على كلوز وتقوم بنفس عملية فيما يخص كل هذه الإشهارات. وبعد حصولك إلى بعد حصولك على 0.600 دولار يمكنك استغلالها، وذلك بتأجير 3 مستخدمين يقومون كذلك بالضغط، وهكذا تقوم برفع من مردودية النقاط أو الأموال الخاصة بك. سأريكم كيفية استئجار مستخدمين. لكي تقوم بهذه العملية تقوم بالضغط على الحساب الخاص بك للرجوع إلى الصفحة الرئيسية. بعد ذلك تقوم بالضغط على الريفيرلز كما تلاحظون. هنا لك الخيار باستئجار 3 مستخدمين مقابل 0.600 دولار، أو 5 مستخدمين مقابل 1 دولار. كل ما عليك فعله هو الضغط على 3 مثلا، وتقوم بالضغط على يس. وهكذا كما ستلاحظون سأقوم باستئجار 3 مستخدمين جدد. كما تلاحظون the referrals have been successfully added to your account. سأقوم بالضغط على هذه الخانة لرؤية المستخدمين الجدد. كما تلاحظون هنا 3 مستخدمين جدد today، يعني تم استئجارهم اليوم. كما تلاحظون هذه هي لائحة المستخدمين الخاصة بي. كل ما كان عندك عدد وافر من المستخدمين، وكل ما كان المردود إيجابي. الآن سأقوم بشرح كيفية التوصل بالأموال. كما تلاحظون فالطريقة سهلة جدا، كذلك يكفيك الذهاب إلى الصفحة الرئيسية وتقوم بالضغط على هذه الخانة التي ستكون باللون الأخضر. حين تصل إلى سقف 2 دولار، يعني 2 دولار، يمكنك سحبها مباشرة بالضغط على Your Payment، وبعد ذلك ستتوصل بالأموال الخاصة بك على PayPal أو البيزا حسب البنك الذي تتعامل معه. كما تلاحظون أنا كنت قد وصلت إلى سقف 51 دولار، وقمت باستخدام العديد من أو قمت بتأجير العديد من المستخدمين، وقمت كذلك بجني أموال لا بأس بها. فالموقع صادق جدا ومعروف بمصداقيته، أنصحكم بتجريبه، وأتمنى أن يكون شرحي قد كان في المستوى. لا تبخلوا عنا بمشاركاتكم أي سؤال أو أي شيء تريدون معرفته، ولا تنسوا الضغط على سبسكرايب وزيارتنا على الصفحة الخاصة بنا